أهلا بكم مشاهدينا الكرام، يوم جديد وملفات متجددة للعائلة في كل مكان. أهلا بكم وأهلا بك يا نبيلة. مساء الخير. مساء النور عليك. وبالمناسبة إيه آخر صورة سيلفي صورتيها؟ مش هجاوبك يا باسل، الإجابة هتكون في مطلع الساعة الثالثة، ولكن طبعا نحن دوما في تفاعل وتواصل مع مشاهدي اليوم، وطبعا المستهل دوما مع إيمان ومنى وأسامة، ابقوا معنا. صور من حرب غزة وإسرائيل بعيون سينما عاموس جيتاي، والبدانة تسارع ملحوظ في انتشارها بين الأطفال، ملف خاص في اليوم الطبي تابعوه معي أنا إيمان حداد من القدس. السوق الموازي أو الأسود واقع اقتصادي، لماذا يستعصي على كل المعالجات؟ وهوس السيلفي يجتاح العالم، وفي أم الدنيا له حدوتة مصرية. أنا أسامة يوسف، تابعوني من القاهرة. في عيادة العيون رواج عمليات الليزر، المخاطر والآثار. وفي المنوعات ساندي شمعون تغني للشيخ إمام. مشاهدينا، أنا منى وهبي وأرحب بكم من بيروت. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نبيلة، أحد الموضوعات اللي هنتكلم عنها يمكن عن واتساب وفايبر وسكايب، كلها برامج يمكن اختصرت المسافات واختصرت الزمن، ولكن في نفس الوقت في ناس بتقول او بتعتقد انها غيبت التواصل الانساني بين الناس. انا بختلف معك شويه بس، لان ارى من ايجابيات هذه البرامج انها قربت البعيد، يعني مسافات طويله ممكن انك تقطعها فقط باتصال مثلا على هذا النقط، والمسافات كلها اصبحت اقصر. لكن دعنا نتوقف مع لبنى وكذلك تاثيرات هذه الاشياء في الاقتصاد. بالفعل يا نبيلة، تحياتي لك ولباسل. أتفق معك يا باسل أنه بالفعل قربت المسافات، وأتفق مع نبيلة أنها أيضا ربما سهلت التواصل الاجتماعي. ولكن نبيلة، في كثير من الناس أصبحوا يعانون من كثرة إلهاء التواصل الاجتماعي المكثف، وما له من تأثيرات ربما على الأسرة وعلى الشخص في حد ذاته. إذا هذا بالنسبة لموضوعنا الاقتصادي. أما فاتن وعناوين اليوم الفنية، شو عندك يا فاتن؟ أهلا يا لبنى. منوعات اليوم لبنى مرصعة بجوائز إيمي وأيضا بجوائز MTV فيديو ميوزك اووردز، ومشاهدينا ايضا الدراما السوريه لها حصه في حلقه اليوم مع النجم وسيم مجيد. اما في الرياضه، نكهه جزائريه مستمره في اليوم مع علي القبيسي. اليك علي. اهلا بك فاتن. بالفعل ظاهره تنامي ظاهرة شغب الملاعب، جدل ايقاف الدوري الجزائري، حديث الاوساط الرياضيه في كل مكان. اما حديث الاخبار السياسيه والجديد معكما باسل ونبيله. شكرا جزيلا ليك علي. والبداية من بغداد. ربما يا نبيلة، يعني هناك في بغداد انقضت بالفعل نصف المهلة الدستورية للعبادي لتشكيل حكومته في وقت صعب على العراقيين اقتصاديا وسياسيا وأمنيا أيضا. نعم باسل، يأتي كل هذا في ما يستمر انقسام النخب والتيارات السياسية بين مقاطع وبين مشارك في الحكومة. فهل ينجح العبادي بالخروج بالعراق من عنق الزجاجة؟ نتوقف مع قراءة في السيناريوهات ونعود.